المزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. بنرحب بك في البداية دكتور علي. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني بداية، الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، إلى أي مدى تتوقع استمرارا لهذا التحسن، خاصة وأن المؤشرات المبدئية للسنة المالية المنتهية تؤكد هذا التحسن على أكثر من صعيد؟ خلينا نقول أن إرادة الدولة ووعي المواطن المصري ووطنيته الكبيرة جدا هي ديت اللي قدرت تساعد بشكل واضح الوضع الاقتصادي ان هو يستمر في التحسن بعد فتره كنا بنشهد فيها عدم استقرار سياسي وعدم استقرار امني. ولكن يمكن من عام 2014 حتى الان في برنامج الصح الاقتصادي الدوله تبنته وابتدت ان هي تتحرك عليه بقوه، وده اللي اظهر التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويمكن ابرزها هو طبعا معدل النمو الاقتصادي اللي شفناه. يمكن كان قبل 2014 كنا بنتحدث عن 2.2% في العام المالي 2012-2013، لغايه العام المالي السابق 17-18 احنا كنا بنتكلم، سوري قبل السابق كنا بنتكلم عن حوالي 5.3، متوقعين يمكن ان شاء الله تظهر الارقام الخاصه بالعام المالي المنتهي 18-19 اللي متوقع باذن الله ان هي تكون حوالي 5.5%، في ظل توقعاتنا للعام المالي الحالي ان هي ان شاء الله تتخطى 6% كمعدل نمو اقتصادي. يمكن ده كمان بجانب التحسن الملحوظ في كافه المؤشرات الاخرى، سواء بقى بنتكلم على عجز الموازنه العامه كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي اللي كانت وصلت في وقت من الاوقات لرقم قياسي حوالي 13.7%، ويمكن احنا باذن الله بنستهدف في العام المالي الحالي انها تصل ل 7.2%. اعتقد ان ده كله تحسن بشكل واضح، بجانب كمان ازاي ان احنا بنرتب وبنشط اولويات الانفاق لدينا، ازاي ان انا دلوقتي بخفض الدعم على المواد البتروليه لكن بوجه لبرامج الحمايه الاجتماعيه، بوجه زيادات اتجاه الاجور اتجاه اصحاب المعاشات، ازاي ان برامج الحمايه الاجتماعيه على وطبعا من اهمها برنامج تكافل وكرامه، دي خطوات الدولة بتتحرك عليها، ازاي ان الدعم دوت يصل لمستحقيه، ازاي بجانب كمان برنامج صح فاضي يبقى فيه محاربة للفساد، محاربة للبيروقراطية، محاربة للروتين، دي كلها كانت معوقات بتقابل المستثمر وبتقابل ايضا المواطن المصري. نعم، الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.